الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وأعاده الله علينا جميعا في صحة وسلامة في الدين والدنيا. أيها المسلمون، لنفرح بديننا، ولنسعد بعيدنا، ولنحمد ربنا، فأي سعادة أعظم من الفرح بالله؟ يا أهل الإسلام، افرحوا بإسلامكم، يا أهل التوحيد، افرحوا بتوحيدكم، يا أهل لا إله إلا الله، افرحوا بالهداية للعروة الوثقى، يا أهل السنة، افرحوا بمعرفتها واتباعها، يا أهل الطاعة، افرحوا بمحبتها وعملها، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، افرحوا بعيدكم، يا أهل القرآن، افرحوا بكلام ربكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هنيئاً لكم بإسلامكم، فقوموا رحمكم الله بأركانه، وعظموا شعائره، وأدوا حقوقه. عباد الله، هنيئاً لكم بإيمانكم، فأخلصوا الدين لله، واتقوه وأنيبوا إليه، وأسلموا له، واشكروه أن جعل قلوبكم متعلقة به، فكم من قلوب بغير الله تعلقت، وكم من عبادات لغيره صرفت، ترى أجسادهم لأضرحة ركعت وسجدت، ولأوثان ذبحت وتقربت، وبالمشاهد تبركت، وبالقبور طافت وتمسحت، وبأصحاب المراقد استغاثت ونادت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، هنيئاً لكم إقبالكم على الله، فاحمدوه على نعمة الإيمان، فقد انتكست قلوب وعقول أنكرت وجود الله، واتخذت من الزندقة والإلحاد مركبا، فغرقوا في الظلمات، وطعنوا في المسلمات، وخالفوا الفطرة. وربكم سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فتمسكوا أيها المسلمون بدينكم، وأقيموا له وجوهكم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إنه لا هداية إلا بالإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولا استقامة إلا باتباع شرع الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويقول تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فاتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من الواجبات التي لا بد منها لمن أراد الهداية والاستقامة والسلامة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاحذروا من رام منهجا جديدا وطريقا محدثا ومذهبا مبتدعا. أيها المسلمون، ما ضل من ضل في المعتقد، وما غوى من غوى في المنهج، ولا زل من زل في السلوك والتفقه إلا بمقدار بعده عن منهج السلف الصالح. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. وقال سفيان الثوري رحمه الله: وجدت الأمر الاتباع، فشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح. قال ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالزموا عباد الله، فالزموا تقبل الله منكم منهج السلف الصالح، واحذروا البدعة والحزبية، وانتبهوا من الفرق الضالة والجماعات المخالفة والأحزاب المنحرفة، وعليكم بسنة نبيكم، عليكم بالسنة وعلمائها، فلها الزموا وعنها فاصدروا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أهل البر والإحسان، هنيئاً لكم ببركم وإحسانكم، وهنيئاً لكم بركم بآبائكم وأمهاتكم، ويا غنيمة من كان في خدمة والديه إحسانًا وصلة ودعاءً وصدقة. فاحمدوا الله يا أهل البر، فقد نجم العقوق وتجرأ من لا خلاق له على والديه. والله سبحانه وتعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ورسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أهل السنة والجماعة، يا أهل السمع والطاعة، هنيئاً لكم في لزومها والتعبد لله في المحافظة عليها والقيام بحقها ومعرفة فضلها في وقت تكالب أهل الأهواء على الطعن فيها ونبذ من تمسك بها والتشكيك في وجوبها والتحريض عليها، حتى مرق من مرق من الخوارج وأشباههم، فخرجوا عن جماعتكم وخالفوا اجتماعكم وطعنوا في ولاة أمركم وأساءوا إلى بلادكم، يهدفون إلى تفريق صفكم وتشتيت جمعكم وتمزيق وحدتكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان. رواه مسلم. فاحذروهم رحمكم الله، فإن سلفهم فاحذروهم رحمكم الله، فإن سلفهم قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد اعدل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذ لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وهنيئا لكم يا أهل التقوى، فإن العاقبة للمتقين، ورحم الله من لازم التقوى، وهنيئا لكم يا أهل الصدقة، ورحم الله من أنفق وتصدق. فربنا جل جلاله يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهنيئا لكم يا أهل الكرم والجود، فهذا اليوم من أيامكم العظيمة في جمع الأقارب والناس. قال ابن تيمية رحمه الله: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وهنيئا لكم يا أهل الإصلاح بالثواب الجزيل، فإن الله لا يضيع أجر المصلحين، وطوبى لمن عفا وإلى الإصلاح سعى. فالله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن من أعظم الإصلاح عباد الله الإصلاح بين الأقارب، فيا سعادة من وصل رحمه، وهنيئاً لمن كان محسناً لأقاربه، فإن الرحم تشهد له يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً. رواه مسلم. وجاء عن بعض السلف أن قنطرة على جهنم عليها الرحم، إذا مروا بها تقول: يا رب هذا واصل، يا رب هذا قاطع. والله سبحانه قد وعد الرحم بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هنيئا لكن أيتها المسلمات، فأنتن للمجتمع ركن عظيم في المحافظة على أعز ثرواته، وهي تربية الجيل على معالي الأمور، والأخذ بأيدي الناشئة إلى الصلاح والفلاح، فاحتسبن الأجر عند الله. وهنيئا لكن أيتها الزوجات المباركات في طاعة الأزواج والقيام بحقوقهم والصبر على مشاق الحياة، وطوبى لكن حسن الفعال، فإن بعض من غرر بهن أضعن الحقوق وتمردن على الواجبات واستخففن بعقد النكاح وتجاهلن قوامة الرجل، وذلك ذنب كبير وجناية على المجتمع كله. وهنيئا لك أيتها المرأة المتحجبة، هنيئا لك حفاظك على الستر والحياء، وبعدك عن التبرج والسفور، امتثالا لأمر الله في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهنيئا للأسرة المسلمة في اجتماعها وتراحمها وتقاربها وتعاونها ومصابرتها، الأب في كدحه وعمله، والأم في مسؤوليتها وتربيتها، والأولاد في اجتهادهم وجدهم وبرهم، يجمعهم القيام بحق الله وما أوجبه سبحانه عليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا من أذنبت وللمعاصي ارتكبت وفي حق الله قصرت، هنيئا لك برب يقبل التوبة ويعفو عن السيئة، فبادر إليه، فإنه سبحانه يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل خوفهم أمنا، وجوعهم شبعا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في السودان، اللهم اجمعهم على كلمة لا إله إلا الله، وردنا وإياهم إلى دينك ردًا جميلًا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمةً لرعاياهم. وفق ولي أمرنا عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وفقه ولي عهده لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا ودود، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم يا محسن كما تجاوزوا عنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وأصلح عمله، وأحسن خاتمته، ومن كان منهم قد توفيته فأنزل على قبره الضياء والنور والبهجة والسرور، يا رحيم يا غفور، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا جمعنا هذا، اللهم اغفر لنا جمعنا هذا يا غفور يا رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وسلامة وحياة سعيدة يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.